للأفراد كارد السيارة الجديدة والمستعملة ب100% من قيمتها من البنك الإسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ربنا يكفينا ويكفيكم شر كورونا وشر جميع الأمراض. يلا بينا على التفاصيل. بيقدم بنك الإسكندرية ضمن خدماته المصرفية العديدة تمويل سيارة بضمان الوظيفة للعملاء بحلول تمويلية متنوعة مصممة خصيصا لشراء سيارة بتسهيلات ميسرة بتلبي احتياجاتهم مع اختلاف ظروفهم المادية أو الاجتماعية. ورصد المستقبل تفاصيل القرض على هذا النحو التالي: خصائصه: تمويل سيارة بضمان الوظيفة مقدم للأفراد العاملين في الشركات العاملة في مصر والراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة. مدة التمويل بتصل إلى 8 سنوات. قيمة التمويل بتصل إلى 1,000,000 جنيه. بيصل التمويل إلى 100% من قيمة السيارة. شروط التمويل: يكون عمر العميل من 21 سنة إلى 65 سنة، والحد الأدنى لمدة العمل 3 شهور. المستندات المطلوبة: صورة من بطاقة الرقم القومي، خطاب مفردات مرتب، فاتورة مرافق حديثة غاز أو كهرباء أو تليفون لا يتعدى تاريخها 3 أشهر. عرض سعر ساري للسيارة. وفي نهاية الفيديو لو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة للي ما اشتركش قبل كده حتى يأتيكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.